بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى جناته، جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، الله جل جلاله الخالق العظيم الرحمن الرحيم العليم الحكيم سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو خالق كل شيء، ودبر أمر خلقه، فهو من يدبر الأمر سبحانه وتعالى كيف يشاء. وفاضل بين مخلوقاته، وأخبر جل جلاله عن هذه المفاضلة وأن هذا حقه. فمن الإخبار بالتفضيل بين المخلوقات قول ربنا عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وأن هذا حقه جل جلاله، وهو الذي يفاضل بين مخلوقاته، فهي ملكه وهو العليم بها وهو الحكيم سبحانه وتعالى، وأن هذا حقه. أخبر عن ذلك أيضا في كتابه، فقال عز من قائل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فهذا حقه أن يختار وأن يفاضل، ما كان لهم الخيرة، ليس هذا حق غيره. فالله عز وجل خلق السماوات واختار أعلاها، السماء السابعة، وخلق المخلوقات، فكرم هذا الإنسان وفضله على كثير ممن خلق جل جلال، وأرسل الرسل وفضلهم على سائر البشر، وفضل من الرسل أولي العزم، ومن أولي العزم فضل الخليلين، خليل الله إبراهيم عليه السلام وخليل الله محمد عليه الصلاة والسلام. والنبوة نعمة، نعمة على من أكرم بها، ونعمة على من بعث ورسل وأرسل فيهم النبي، فهي نعمة على النبي، وهي أيضا نعمة على من بعث
وأرسل فيهم النبي والرسول. والله عز وجل أكرمنا واختار لنا من الأنبياء أفضلهم وسيدهم سيد الأولين والآخرين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فكان هذا نصيبنا من الأنبياء، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا ومنته التي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لشكرها، فإن النعم الواجب نحوها أن يشكر الله، لأنه سبحانه وتعالى هو معطيها وهو مسديها على الخلق. والنبي كما قلت بعثته نعمة، وحق النعمة أن تشكر، ومن شكر النعمة أن ينظر الإنسان تكليف ربه عز وجل نحو تلك النعمة، فيقابل الله عز وجل بذلك التكليف الذي شرعه الله له نحو تلك النعمة. ونعمة إرسال هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، كما أنها تحتاج إلى أن يشكر الله وأن يحمد الله وأن يثنى على الله الذي أكرمنا بهذه النعمة، فأيضا أن ننظر بماذا كلف الله عز وجل الإنسان المؤمن المصدق بهذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، وأن يلتزمه وأن يمتثله وأن لا يخالف أمر الله عز وجل فيه. وقال الله عز وجل في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله عز وجل: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذا مما وجدناه في كتاب ربنا عز وجل، الأمر الصريح الواضح البين بطاعة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، وجعله قدوة وأسوة، وامتثال ما أمر به وتجنب ما نهى عنه وعدم مخالفته في شيء من ذلك، وأن يكون صلى الله عليه وسلم مرجعا لأمته في بيان أمر دينهم ومعرفة أحكام شرع الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك وحذر من المخالفة، فقال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهذا نجده في كتاب الله عندما نقرأه، والقرآن
كلام الله ومما تضمن القرآن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخبر عن جهده وجهاده وعن دعوته وبلاغه وعن أخلاقه وعن معاملاته صلوات ربي وسلامه عليه. فإننا نجد القرآن مصدراً ومصدراً رئيس لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. فإننا نجد كيف قام بأمر هذا الدين، وكيف امتثل أمر الله والتزم شرع الله جل جلاله وما خالفه، فامتثل ذلك في ذاته، فكان عليه الصلاة والسلام النموذج، وكان عليه الصلاة والسلام الممتثل لما جاء في القرآن، فكان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أمر تكليفي للأنبياء لا بد أن يقوموا به، أن يمتثلوا ما أنزل الله عز وجل عليهم من الكتاب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وامتدحه الله عز وجل بهذا وأثنى عليه بهذا الأمر، فقال في مدحه والثناء عليه جل جلاله: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا مدح من الله جل جلاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصفه بهذا الوصف العظيم أنه على خلق وعلى خلق عظيم. وأيضا كان في بلاغه ودعوته وقيامه بهذا الأمر ممتثلا أمر ربه عز وجل كما أراد الله، وتحمل في ذلك ما أصابه وما ناله، وصبر كما أمره الله عز وجل، كما صبر إخوانه من أولي العزم من الرسل ومن الأنبياء. فالله عز وجل أمره بذلك كما قال عز من قائل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فصبر صلى الله عليه وسلم وتحمل وقام بالبلاغ وأدى مقصود الرسالة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، فبلغ كتاب الله وقرأ القرآن على الناس وتحمل في ذلك ما أصابه. ثم كان منه البيان والحوار والمجادلة والإقناع، وكان ذلك مع من كفر من المشركين ومع أهل الكتاب. وكان منه صلى الله عليه وسلم التربية والتزكية لمن آمن به وصدقه من أصحابه رضوان الله عليهم. فكل ذلك قام به عليه الصلاة والسلام ممتثلا أمر ربه عز وجل. والقرآن سطر ذلك، والسنة والسيرة أيضا دون فيها هذا كله. وما بين أيدينا من آيات مباركات من سورة آل عمران، هذه السورة المدنية، ما بين أيدينا
من آيات هذه السورة المباركة، فهو يخبرنا عن جهد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته والبلاغ الذي قام به والصبر الذي تحمله والنصح الذي بذله والتزكية التي عامل بها أصحابه، فإن السورة من أولها إلى منتصفها، وقد قاربنا من منتصف السورة، فإنها تضمنت تلك المرحلة التي كان فيها أمر البلاغ من النبي صلى الله عليه وسلم، كان منه البلاغ لأهل الكتاب، وكان الجدال والحوار والإقناع التي كانت منه صلى الله عليه وسلم والنصح لأهل الكتاب في أن يقبلوا الحق الذي جاء به، وأنه كان يحاورهم ويجادلهم في هذا الأمر، والله عز وجل ما تخلى عن رسوله صلى الله عليه وسلم، بل أيده ونصره، وكانت آيات القرآن تتنزل لتبين للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون البلاغ وبماذا يكون بلاغ هؤلاء القوم. ورأينا من خلال كل تلك الآيات المباركات هذه المعاني، وأدركنا مدى الحاجة إلى النبوة، وأدركنا مدى النعمة بالنبوة، وأدركنا أن الإنسان بدون نبوة كيف سيهتدي وكيف سيعرف الطريق إلى ربه، وكيف يحقق غاية الوجود وهي عبادة الله عز وجل. فأدرك الإنسان قيمة هذه النعمة. ثم رأينا كيف عندما تستحكم الشهوات وعندما يتمكن الشيطان من هذا الإنسان، وعندما تعمى البصيرة، كيف أن الإنسان يعرض عليه الحق وتعرض عليه الآية تلو الآية، ولكنه لا يقبل. إن النفس إذا طغت، وإن النفس إذا ملئت بالكبر والحسد، وإن النفس إذا استحوذ عليها الشيطان فإنها تعرض عن الحق ولا تقبل الحق. فإن الإنسان يرى ذلك كله وهو يقف مع تلك الآيات، ويرى كيف كانت المحاجة والمجادلة من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب، لنصارى نجران ووفدهم الذي وفد إلى المدينة، وكذلك اليهود الذين كانوا بعض قبائلهم سكنوا المدينة وهاجروا إليها. وكما قلت في درسنا الماضي والآيات في هذا الباب في سورة آل عمران تأتي إلى نهايتها، لأن هذا الأمر أخذ نصف السورة تقريبا، فإن الأمر يغلق بذاك البيان الواضح
الواضح أن طاعة الله عز وجل وإفراده بالعبادة وعدم الإشراك به جل جلاله، ذاك هو الإسلام الذي جاء به جميع الأنبياء وامتثله جميع الأنبياء ودعا إليه جميع الأنبياء، وأن الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك بيانا واضحا وأخبر عن أنبيائه أن هذا شأنهم وهذا حالهم وهذه هي دعوتهم وهذا هو لقبهم، فهم أهل الإسلام، وأن من خالف ذلك فهم الموصوفون بذاك الوصف الواضح في مقابل وصف الأنبياء بالإسلام. يأتي الوصف لمن لم يؤمن بالأنبياء بوصف الكفر، فأولئك الذين كفروا أولئك هم الكفار الذين ما صدقوا بالأنبياء وما آمنوا بهم. ثم يبين أن هناك دعوة غير صادقة في الانتماء للأنبياء والاتباع للأنبياء، وأن المثل الذي بينه الله عز وجل في هذا الطريق هم أهل الكتاب الذين كانوا في زمنه وحاورهم وجادلهم ودعاهم وبلغهم ولم يقبلوا، وأن من أخطر القضايا إن لم يكن أخطر القضايا تشويه دين الأنبياء وسيرة الأنبياء، وأن ينسب إليهم ما لم يقولوه وأن ينسب إليهم ما لم يفعلوه، وأن يتبع ذاك الأمر الذي ادعي ويعلن على أن ذاك هو طريق الأنبياء، إن هذا هو الظلم وهذا هو الافتراء وهذا هو الكذب الذي جاءت آيات هذه السورة لتبين أن هذا أمر قد وقع فيه أهل الكتاب، كما أن هذا الأمر قد جاء ذكره والإشارة إليه في سورة البقرة، وهنا أيضا في سورة آل عمران. وعندما يكون ذلك الادعاء وذلك التزوير يتعدى حتى الأنبياء وينال الكتاب الذي نزل من عند الله عز وجل عليهم فيناله التحريف ويناله التزوير ويناله الافتراء، فعندها يكون هذا الأمر أعظم جرم يرتكبه هذا الإنسان، تشويه صورة الحق وتغيير الحق وعرض الزيف على أنه حق وتقديم الأنبياء على أنهم انتحلوا ذاك الباطل الذي ادعاه هؤلاء الذين أرادوا الانتماء والانتساب إليهم وإلى دعوتهم، فهذا أمر عظيم وجرمه كبير. ولذلك كان هذا الأمر يتكرر
في آيات القرآن، وما ذلك إلا لخطورته، وما ذلك إلا لخطورته، لأنه له أثر عظيم على عامة الناس. فعندما يدعى الناس ويقال للناس هذه دعوة الأنبياء وهذه رسالتهم وهذه أفعالهم وهذه عبادتهم، فكم ممن سيخدع من مثل ذلك. فلذلك ليس هناك جرم أعظم من هذا الجرم، تزوير وتبديل دين الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا قد وقفنا مع بيانه، وكيف أن القرآن عرض له في عدد من الآيات في هذه السورة الكريمة، وكيف جل الله عز وجل هذا الأمر ووضحه، وكيف يخبر سبحانه وتعالى عن أعمال أولئك القوم وما يدسونه وما يفعلونه في الخفاء من التغيير والتبديل والتحريف. فهؤلاء الذين فعلوا ذلك وأصروا عليه وازدادوا منه، فيخبر الله عز وجل أن هؤلاء لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. ووقفنا مع هذه الآية، ثم أن هؤلاء عندما يفارقون هذه الحياة على ذلك الأمر فيموتون بذلك الوصف وهو الكفر. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. ووقفنا أيضا مع هذه الآية في درسنا الماضي. ثم في مقابل هؤلاء الذين أنفقوا في الدنيا وظنوا أن إنفاقهم سينفعهم، فأخبر الله عز وجل أن ذلك لن ينفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأخبر أنهم يوم القيامة وقد جاءوا بالكفر فإنه لن ينقذهم من عذاب الله شيء مهما قدموا من الفداء، فلن يقبل منهم، بل ليس لهم إلا العذاب الأليم ولن يجدوا لهم نصيرا من الله عز وجل. وهذا أيضا قفنا معها في درسنا الماضي، واستعرضنا ما ذكر أهل العلم في معنى هذه الكلمات. والعبرة أن من مات على الكفر ولقي الله عز وجل كافرا به غير مصدق بالأنبياء، وكما قلنا التكذيب بنبي واحد هو تكذيب بجميع الأنبياء، فهؤلاء إذا ختموا حياتهم بذلك فهذا ما ينالهم وهذا ما يكون لهم. ثم للفئة المؤمنة أيضا التوجيه والترغيب والحث وأيضا التحذير، لن تنالوا البر. قلنا البر هنا المقصود به فعل الخير الذي يثاب عليه الإنسان، أو قلنا أن المقصود بالبر التقوى واستكمالها
يعني ما به يكون الإنسان بارا وما به يكون الإنسان من الأبرار، لن تنالوا البر أو الجنة وهي الثمرة. وهذه هذا طبعا الأقوال الثلاثة كلها يعني من خلاف التنوع. فإن قلنا البر هو فعل الخير الذي بتكامله يكون الإنسان استكمل التقوى في قلبه، وبموته وملاقاة ربه بذلك العمل فإنه سيكون من أهل الجنة، فيقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تبذلوا. والإنفاق هنا إن قلنا أن المقصود الإنفاق المفروض وهو الزكاة، أو قلنا الإنفاق النفل، أو الإنفاق بعمومه المفروض والنفل، وهذه أقوال العلماء في الإنفاق المذكور هنا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مما تحبون، مما أحبته قلوبكم وتعلقت به نفوسكم. والإنسان لا يترك المحبوب إلا لمحبوب أعلى، ولا يبذل المحبوب إلا من أجل الحصول على محبوب أعلى. فهؤلاء حبهم لربهم عز وجل وحبهم لدينهم جعلهم يبذلون ما يحبون ولا يتأخرون في هذا الأمر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهم أوفياء لعهد ربهم، أوفياء للميثاق الذي أخذ عليهم، أوفياء لإيمانهم وتصديقهم برسولهم وبالكتاب الذي أنزله الله عليه، أوفياء لذلك كله، فلذلك هم أهل طاعة فلا يترددون في هذا الأمر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ووقفنا مع بعض النماذج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان بذلهم وكيف كانت استجابتهم، وعندما نزلت هذه الآية كيف كان تفاعلهم معها، وذكرنا خبر أبي طلحة وكيف أنه جاد بأحب ما يملك بيرحاء عندما جاد به وقدمه صدقة في سبيل الله عز وجل. ثم يقول الله وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، على وجه المبالغة في الترغيب، على وجه المبالغة في الترغيب، أنكم لن تصلوا إلى درجة البر حتى يكون هذا شأنكم، حتى يكون هذا طريقكم، وحتى يكون هذا حالكم، وهكذا تتعاملون مع ما تملكون ومع ما تعلقت قلوبكم به، فإنكم تقدمونه في سبيل الله وابتغاء مرضات الله. وقوله مما تحبون، وهو أن ينفق الإنسان مما يحب، ومن هنا للتبعيض، فهو ينفق مما امتلك، وإنفاقه من الشيء الذي يحب. ثم يقول الله وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وهنا نقف مع ختم هذه الآية، حيث يذكر الله عز وجل بعلمه، وهذا هو الواعظ الأكبر كما سماه العلامة
الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه بالواعظ الأكبر، ولذلك يقول: اتفق العلماء أن الله عز وجل ما أنزل من السماء واعظا لهذه القلوب وزاجرا للنفوس يأطرها على الحق ويمنعها عن الباطل مثل هذا الواعظ الأكبر، استشعار مراقبة الله ومعية الله وعلم الله، وأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا هو الواعظ الأكبر الذي نجده في كتاب الله، ولذلك يقول: لا تكاد تقلب ورقة من المصحف إلا وتجد هذا الواعظ الأكبر يناديك، استشعار مراقبة الله عز وجل. فلذلك هنا أيضا هذا الأمر العظيم وهذا العمل الجليل الذي كلف به أهل الإيمان أن ينفقوا مما يحبون، فإن مما سيدفعهم ومما سيحفزهم ومما سيحذرهم من التباطؤ والتكاسل وعدم الاستجابة حين يذكرهم بأن الله عز وجل عليم بما يفعلون بما ينفقون وبما يقدمون، فإن الله به عليم. فالمتكاسل لن يجد واعظا أعظم من ذلك، والقائم العامل بهذا لن يجد شيئا أرضى لنفسه وأعون وأثبت على هذا الطريق من أن يستحضر أن الله عز وجل عليم بذلك. ولذلك يكفي العبد المؤمن علمه بأن الله عز وجل عليم بما عمل وبما صنع من صالح الأعمال، يكفيه ذلك، يكفيه أن الله علم، يكفيه أن الله علم، لأنه يعرف من ربه جل جلاله أنه شكور، ويعرف من ربه أنه أوفى الأوفياء، ويعرف من ربه أنه كريم جواد، ويعرف من ربه أنه وهاب، يعرف من ربه جل جلاله أنه يجازي على الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، لأنه يعرف من ربه أنه غني جل جلاله وأن خزائن كل شيء بيديه. فمن عرف ربه جل جلاله بذلك كله وغيره مما ذكر الله في القرآن، أليس يكفيه حين وفق للعمل الصالح وأنجزه؟ أليس يكفيه أن الله قد علم؟ وماذا يملك الناس لمجازاته؟ هل يملك الناس جنة أو نار؟ هل يكافئ الناس من عمل الصالحات كما يكافئ الرب جل جلاله؟ فلذلك المؤمن عندما يسمع ذلك وقد دعي إلى عمل الصالحات، فإن أعظم محفز وأعظم دافع له على ذلك العمل إعلام الله عز وجل له بأن الله عز وجل عليم به وبما يفعله. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. مر معنا أن إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
فالمقصود بإسرائيل نبي الله يعقوب، والمقصود ببني إسرائيل هم أولاد يعقوب وأحفاده ونسله بعده. وهنا تكلم العلماء عن المراد بهذه الآية الكريمة، ولعل أقرب ما يكون إلى إدراك المراد منها ما ذكره الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية، حيث بين أن مما كان علماء اليهود يردون به دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ويقنعون أتباعهم بعدم تصديقه، دعواهم بأنه لا نسخ في الشرائع، لا نسخ في الشرائع، وبمعنى أن الشريعة التي هم عليها والتي هي في التوراة أنها هي شريعة من قبل موسى من الأنبياء، وهي شريعة إبراهيم عليه السلام. ولذلك لما وجدوا في شريعة عيسى عليه السلام ما هو مخالف لبعض الأحكام التشريعية التي عندهم في التوراة، جعلوا ذلك سببا في عدم الإيمان به وتصديقه وأنهم كفروا به. وكذلك فعلوا نفس الأمر مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا القول الذي والدعوة التي ادعوها في إبطال في أنه لا نسخ في الشرائع، هذه الآية جاءت في إبطال هذا الأمر وتلك الدعوة. فكيف كانت هذه الآية مبطلة لتلك الدعوة التي ادعاها علماء اليهود وأرادوا أن يجعلوها مرتكزاً يبنون عليه عدم تصديقهم بالنبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام؟ ومما ورد بسبب النزول أنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: كيف تحل لحم الإبل وهو محرم عندهم في التوراة، محرم عندهم في التوراة؟ واستدلوا على ذلك أنه ما دام أنك جئت بشيء مخالف لما هو عندهم في التوراة، قالوا إذن هذا دليل على عدم صدقك. كيف؟ لأنه قالوا لا نسخ في الشرائع، وأن هذا الأمر حرمه الله في التوراة وحرمه كذلك على الأنبياء، وهو محرم كذلك عند إبراهيم عليه السلام وهو من ملته. وأنهم ادعوا أنهم أتباع ملة إبراهيم عليه السلام كما مرت الآية، وكيف أن الله عز وجل حكم حكما قاطعا بقوله بعدم انتمائهم لملة إبراهيم، بقوله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فهنا عندما قالوا
تلك الدعوة، فكان من العدل بل من كمال العدل والإنصاف أن حاكمهم الله عز وجل إلى كتابهم، أن حاكمهم الله إلى كتابهم. فقال الله عز وجل: كل الطعام، أي كل المطعوم الذي يطعم، كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، فكان الطعام كله محللا إلا ما حرمه الله عز وجل. وكان هذا شأن من كانوا قبل نزول التوراة من بني إسرائيل، وشأن أنبيائهم إلى إسرائيل عليه السلام. قال الله عز وجل: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. ومما ثبت من قول ابن عباس أن الذي حرمه على نفسه ما يتعلق بلحم الإبل، وكان يحبه فامتنع عنه تقربا لله عز وجل عندما أصابه مرض، فنذر أنه إن شفي منه أن يمتنع عن ذلك. فقال الله عز وجل: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وأن ذلك من قبل أن تنزل التوراة. فإذا ما رجعنا إلى التوراة فإننا نجد فيها محرمات كثيرة، محرمات كثيرة، وأن الممنوع كثير على بني إسرائيل. والله عز وجل في القرآن أخبر أن ذلك التضييق وذلك التشديد كان من الله عز وجل تشريعا لبني إسرائيل معاقبة على أفعالهم. ولذلك نجد في القرآن قول ربنا عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وقال الله عز وجل: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فالله عز وجل ضيق عليهم في أمر الطعام مجازاة على بغيهم وعلى إجرامهم. وأما وهذا من كانوا زمن موسى عليه السلام فحصل ذلك التضييق، وكان ذلك مذكور في التوراة. ومن كانوا قبلهم فكان الأمر موسع عليهم، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. طيب، أين الآن الشاهد في إبطال تلك الدعوة؟ يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا محمد قل لهم فليأتوا بالتوراة وليتلوها، فهل سيجدون فيها أن تلك المحرمات التي حرمت عليهم في التوراة كانت محرمة على الأنبياء قبل موسى عليه السلام؟
وأن ذلك كان محرماً حتى على إبراهيم عليه السلام ومن قبل إبراهيم، فليأتوا بالتوراة فليتلوها وليقرأوا، فإن وجدوا ذلك مكتوباً فصدقوا، فإن لم يجدوا ذلك مكتوباً فدل ذلك على عدم صدق دعواهم. ولما طلب ذلك منهم لم يفعلوا ولم يأتوا بالتوراة، لأن ما أخبروا عنه على خلاف ما هو موجود في التوراة. فإذا تبين أن ذلك كان الحال، فظهر بطلان دعواهم. كيف؟ إذن أن ما في التوراة من الأحكام إنما هو تضييق عليهم، ولم يكن في شرائع من سبق موسى عليه السلام من الأنبياء إلى إسرائيل إلى إبراهيم عليه السلام، وأنه كان في شرائعهم غير ما هو موجود في شريعة موسى عليه السلام. فدل ذلك على إذا قبلوا بالتوراة والتوراة لم تخبر أن ذلك هو شريعة من سبق موسى عليه السلام، فدل ذلك على ماذا؟ على قضية النسخ في الشرائع، وأن ذلك مستساغ في التشريع، لأن التشريع يراعي احتياج الناس المخاطبين في أمر الأحكام. وأما الدين المشترك الثابت بين جميع الأنبياء ما يتعلق بتلك المحكمات والأصول، وخصوصا ما يتعلق بأمر الإيمان والمعتقد الذي يدور على قضية إفراد الله عز وجل بالعبادة وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى، فذاك أمر ثابت جاء به كل الأنبياء والرسل. أما جانب التشريع وتنظيم أمر الحياة وتلك التشريعات فإن النسخ يدخل عليها. فلذلك هذه الآية أبطلت تلك الدعوة التي ادعاها بنو إسرائيل، وقالوا أنك يا محمد لست صادقا لأنك جئت بشريعة خالفت ما في التوراة والنسخ باطل في الشرائع. فنقول بل إن هذا الأمر كتابكم يدل على خلاف ما قلتم. كيف؟ أنكم قلتم أن ما حرم في التوراة هو شريعة من سبق موسى كما هو شريعة موسى عليه السلام، فها هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يطلبكم أن تأتوا بالتوراة وأن تتلوها وأن تظهروا هذا الأمر فيها فلما لم يحصل ذلك كان هذا من أعظم الأدلة البينة الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي الأمي، وأن له أن يعرف ما في خفايا كتابهم وهو لا يقرأ ولا يكتب، وأن يعرف أن ذلك ليس موجود في كتبهم إلا أن ذلك وحي من الله عز وجل أوحاه إليه. ومن العلماء، وأيضا هذا قول ثاني وهو أيضا يتفق مع هذا في مدلوله، وهو أنهم لما ادعوا أنهم على ملة إبراهيم وأن النبي صلى الله عليه وسلم مفارق ومخالف لملة إبراهيم بزعمهم ودعواهم، فهنا بعد أن بين الله كذب ذلك من خلال الأصول الكلية الدالة على أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو المتبع لملة إبراهيم عليه السلام، وأنهم هم المخالفين لملة إبراهيم عليه السلام كما سبق، فيأتي هنا لعرض صورة جزئية أيضا تؤيد ذلك.
وهي في هذا الحكم الفرعي ما يتعلق بما حرمه إسرائيل على نفسه، فإنهم ادعوا أنه لما كان تحريم لحم الخيل عندهم في التوراة موجود، فقالوا أن هذا حرمه الله على موسى وعلينا وكذلك على الأنبياء من قبل وكذلك حرم على إبراهيم. فالله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لهم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. يقول: أروني في التوراة ما يدل على أن ذلك التحريم كان من الله وكان لجميع الأنبياء، وأنه ليس هو من تحريم إسرائيل على نفسه، من عند نفسه. فلما لم يفعلوا ذلك ولم يأتوا بما يدل على صدق دعواهم مما هو في كتابهم، دل ذلك على بطلان تلك الدعوة. لذلك قال الله عز وجل بعدها: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. واضح؟ فلذلك إذن هذا الأمر الذي به ثبت بطلان تلك الدعوة، وهو قولهم أنه لا نسخ في الشرائع، بل نقول أن ذلك موجود، وهذه الآية دلت على ذلك، وأنه من خلال التوراة وما فيها دل على هذا الأمر. ثم يقول الله عز وجل: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. الافتراء اختلاق الكذب. وهنا نقول كما ذكر بعض المفسرين، والله عز وجل قال فأولئك هم الظالمون، أي ظلم أعظم من ظلم من يدعى إلى تحكيم كتابه فيمتنع من ذلك عنادا وتكبرا وتجبرا؟ وأن بهذا الامتناع دل على مصداقية النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنتم الذين قلتم ذلك، وأن هذا التحريم سواء قلنا مجموع تلك الأحكام التي في التوراة والتي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بخلافها، وخصوصا ما تعلق بأمر التشديد الذي كان على بني إسرائيل، وما جاء في شريعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من التيسير فيها، ودعواهم بأن ذلك حرمه الله على الأنبياء، وأن الشرائع لا تنسخ، وأن النسخ باطل فيها، وأن ذلك بزعمهم يدل على عدم مصداق دعوة النبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام، وتبين أن فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بالتوراة وأن يظهروا ما يدل على ذلك، فلما لم يفعلوا ذلك كان من أعظم الأدلة على صحة النبوة. فعندما وصفوا هنا بقول الله عز وجل فأولئك هم الظالمون، فلذلك يقول الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه: وأي ظلم أعظم من ظلم من يدعى إلى تحكيم كتابه فيمتنع من ذلك عنادا وتكبرا وتجبرا؟ فإذا يدعى إلى كتابه، وأن ما ادعيت أنت فأتي بالكتاب ليتطابق دعواك مع الكتاب الذي أنت تعلن الإيمان به، فإذا ظهر أن دعواك لا تتفق مع الكتاب الذي تدعي الإيمان به، إذن هل هناك ظلم أعظم من ذلك؟ وكما قلت، إذن تزوير أمر الدين وتشويه
دعوة الأنبياء وتغيير ما في الكتب، هذا من الجرم العظيم وأعظم الجرم. فلذلك يقول الله عز وجل: فمن افترى على الله الكذب بتلك الدعوة من بعد ذلك، بعد أن تبين وظهر أن دعواهم باطلة وأنه ليس هناك موافقة بين ما قالوا وبين ما عندهم في الكتاب، فلما تبين ذلك فيقول الله: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، بعد أن تبين الأمر، فأولئك هم الظالمون، هم الذين يستحقون هذا الوصف لا غيرهم، هم الذين ينالون هذا الوصف لأنه هذا حالهم، فأولئك هم الظالمون. وهذا فيه تحذير، تحذير لهم، وفي نفس الوقت يتضمن دعوة في الرجوع والتراجع. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته وأن يثبتنا على دينه، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.